تعيش العاصمة الرياض مساء الاثنين ليلة من ليالي الإثارة والندية المنتظرة، والتي دائما ما تكون السمة الطاغية لمواجهة الديربي الأشهر الذي سيجمع الهلال والنصر، خاصة أن الطرفين يمتلكان القيادة الفنية المميزة بوجود مدربين يجيدان الخطط التكتيكية والقراءة الفنية والخبرة الكافية في مثل هذه المواعيد. الروماني رزفان يحظى بكتيبة من النجوم ويراهن عليهم في فرض أسلوبه الذي ينتهجه داخل الملعب، في إجبار الخصم على التراجع بالضغط في منتصف الملعب والهجوم من الأطراف والتوغل من العمق، بوجود صمام الأمان في الخط الخلفي ونقطة بناء الهجمات الكوري جانكسو، إلى جانب أهم مفاتيح اللعب الظهيرين محمد البريك وياسر الشهراني صاحبي الأدوار المزدوجة الهجومية والدفاعية. ويعتمد الروماني في تنويع اللعب وربط خطوط الفريق والتوازن في الهجوم المعاكس على الكولومبي كويلار وسلمان الفرج. ويمتلك الهلال أبرز اللاعبين أصحاب الحلول الفردية الرباعي سالم الدوسري وجوفينكو والبيروفي كاريو بجانب الأرجنتيني فيتو، الذين يمثلون خطرا على أي دفاعات بإجادتهم خلق المساحات والتوغل في مناطق الخصم وإرباك دفاعاته. هجوميا يبرز سلاح لوشيسكو الأخطر الفرنسي جوميز المزعج للدفاعات بتحركاته داخل المنطقة واقتناصه أنصاف الفرص. في المقابل يعول البرتغالي فيتوريا على عدد من العناصر لتطبيق أسلوبه الذي ينتهجه بالضغط على الخصم في مناطقه والاعتماد على الأطراف في حالة الهجوم، مع العمل على امتلاك منتصف الملعب وفرض طريقته. دفاعيا يمتلك النصر البرازيلي مايكون الذي يعتمد عليه الفريق في بناء الهجمة من الخلف، وفي الأطراف يأتي سلطان الغنام والكوري كيم صاحبا النزعة الهجومية بإمداد زملائهم بالكرات العرضية مع التقيد بالعودة للدفاع في الهجوم المعاكس. وفي خط المنتصف ينشط صاحبا القراءة المميزة والمجهود الوافر البرازيلي بيتروس وعبد المجيد الصليهم، منطلق الهجمات وتبادل الأدوار في مناطق الخصم ووقوفهم سدا منيعا في وجه الهجمات المضادة والتحكم في رتم الفريق. ومن أمامهم مصدر القوة للفريق الأصفر الثلاثي مرابط وبيتي مارتينيز وخالد الغنام، أصحاب النزعة الهجومية والسرعة والمهارة والتي من شأنها تشكيل خطر دائم في منطقة الخصم، وهو ما يعتمد عليه فيتوريا بانطلاقات مرابط والغنام من الأطراف ودخول مارتينيز من العمق لإجبار دفاع الخصم لخلق المساحات وصناعة الفرص داخل مناطق المنافس. وفي المقدمة تكمن قوة النصر بوجود هدافه وأخطر اللاعبين في منطقة الجزاء عبد الرزاق حمد الله الذي لا يتوانى في هز الشباك، إضافة لإجادته للألعاب الرأسية ومراوغاته الخطيرة وتمركزه أمام الدفاعات.